أشار السيد رحمان تشيشتي المبعوث الخاص لرئيس وزراء المملكة المتحدة لحرية الدين والمعتقد خلال كلمته في جلسة مجلس العموم البريطاني إلى زيارته الناجحة إلى مملكة البحرين في 8 و9 من أكتوبر الجاري، وهي زيارة رسمية الأولى له بعد تعيينه في منصبه. ونوه تشتي باستقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه له في اجتماع وصفه بالمثمر. كما أشاد المبعوث الخاص بما اطلع عليه خلال هذه الزيارة ولقاءاته بالمسؤولين والمعنيين وزيارته لدور العبادة واستماعه للمواطنين والمقيمين عن تجربة مملكة البحرين الرائدة في المنطقة لتعزيز التسامح بين الأديان، وبخاصة من خلال إعلان مملكة البحرين الذي يسعى لتعزيز السلام والتسامح. كما أكد المبعوث الخاص خلال الكلمة التي استعرض من خلالها برنامج عمله خلال الفترة القادمة بأن على المملكة المتحدة أن تتعلم من تجربة مملكة البحرين الغنية في مجال التسامح بين الأديان، حيث يعود تاريخ إنشاء أول كنيسة في البحرين إلى عام 1893، كما يعود إنشاء المعبد الهندوسي إلى قرنين من الزمان، وغيرها من دور العبادة لمختلف الأديان.